قضية الشرطة غنيت ومثلت استاذ جمعون. انه طرح علي ان انا اشارك معاهم، فقال لي خالد الرويعي هو اللي كاتب، فقال لي اليوم روح، بنروح في كذا كذا عندك انت وطفله، دور لي طفله. ما حصلنا، حصلنا طفله في البدايه بس بعدين تغيرت لانه تحول الى غناء، فهذيك اكيد ما تقدر تغني، لانه قبل كان أكيد حوار عادي، كان حوار عادي، كان أكيد. الاستاذ الله يعطيه الصحه والعافيه خالد الشيخ لا كان العافية. مسوي موسيقى واحنا نتكلم، فسوى موسيقى. عقب اسبوع كذي كنت ويا خالد الرويعي اللي يقول لي اليوم روح الاستديو الساعة 7 اكو هناك خالد الشيخ، فنان خالد الشيخ ويبغيكم بنغير. قلت له شلون؟ قال لا لا انت روح هناك بيفهمونه. رحت ولا يقول لي تقدر تغني؟ قلت له نعم. خالد الشيخ يقول لي انا تغني؟ قلت له شلون يعني انت؟ قال لي انت قول كذي كذي كذي. قلت له كذي 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 هني يقولها كذا كذا كذا. فالتجربة كانت جميلة وممتعة، يعني خصوصا عارفين انا لما كان يعني انت قدام من؟ قدام خالد الشيخ يعني مو عبد الله رويشد اوكي رايح داش وياه. فخصوصا لما دشيت الاستديو اخر مره في البدايه قال لي هني كذي كذي، هو كان عشان يسوون التوزيع مع الفنان سيروس. اوكي. بعدين لما رحنا الاستديو عقب ما سووا الموسيقى رحنا، فانا داش هو طبعا ما اقول له ان انا كذا وكذا اوكي نضحك يلا الحين ها بتقول الحين كذي، وهو ما شاء الله عليه يعني روحه حلوه في الاستديو. فقال لي زين قول الحين كذي. فانا عقب ما خلصت يمكن تميت كذي نص ساعه ساعه الا ناخذ جزء جزء، فعقب حسيت ان انا رقبتي عورتني لان من كثر ما انا مركز وياه فصرت صار واقف عندك بس ايه، فبس واقف كذي شي شغلة يقول هو الدكتور. ايه، فانا بس هو شي يقول انا اقول كذي يقول كذي اقول له ايه اوكي، فان انا مركز قمه التركيز انه بحيث ان انت يعني ما امام تبي هذا، تفرط ف من شيء. ايه ما تبي تفرض. فالحمد لله يعني عدت على هو طلعت اوكي انزين ايه لا اوكي خلاص انتهى الموضوع الحمد لله. بعدين لما سمعناها طبعا بوجم. في سما ربي تدور الارض والخير يدور في يمنا والكريم هو حمد، الكريم هو حمد لا اعتز من عش في ظلك حمد. تقريبا الله الله اللحن جميل. يعني تشوفي من الاغاني اللي دائما تتردد يعني اغاني نيران مقدمة قول لنا نيران ما تقرا جمعون عاد ذكريني طالع ذاك الصوب وقول لنا إذا تستحي مني. الله. لا بالعكس ما خلي شنو كانت بدايته؟ أنا نسيت. هذا يا هو هي ريحة الثوب في يا ريحة الأسفار. الثوب في الأسفار أحس بشراييني أشم الليل وأهل الدار واللي غاب عن عيني، أحسك في كلامي في الهواء في الماي في ترابي، أشم اللي مضوا عني وقع حبهم على بابي نفس الله المكان. الله جميل جميل ما شاء الله عليك جمعون. ما لا كنت أعرف أن صوتك شجي، لا وين يعني أبهرتني وأبهرت اللي قال لك وتصفيق حاد. لا زين اوكي إيه قاعد يصفقون لك. مواهب مواهب مخفية مواهب. لا وأنا لذات التحكيم ترى حطبولك جمعون. بعد زين اسمع الحمد لله. زين جمعون، على طاري الغناء وعلى طاري الكلمات الجميلة اللي سيقت في حب نعم الوطن، طبعا نعم أكبر كتابنا الجميلين والتلحين كان نعم ولا أروع نعم منه، أغاني نعم جميلة وبقت في ذاكرتنا. في حفلة صارت وكانت لتكريم خالد الشيخ وكان لها اسم جميل أطلق عليها. طبعا نعم أنا هنا ما أنسى اللقطة اللي صارت، ولما جمعون يوم شاف المشاعر تأججت عند فناننا الكبير خالد الشيخ اللي يمكن له كل تحية وكل نعم حب. أكيد 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 خالد الشيخ طبعا مثل ما نقول احنا شو نقول، يعني مشاعر تأججت
وفعلا بكى على أرض المسرح. لكن كان في لقطة جميلة من جمعون الرويعي، راح له ولمه بكل حب وباصه على راسه، وكانت هذه لقطة يعني كلما كنا بقربك. لقطة كانت جدا جميلة، واحنا اللي كنا ورا بعيد وايد تأثرنا. أبي أعرف شعورك أنت من بدها الأمة دي كلها، أنت شلون رحت لي على طول وقمت بهاللقطة اللي لا لازالت عالقة في شعوريا، أمي. لا شعوريا على فكرة، يعني لا شعوريا. ما حسيت روحي إلا أنا على المسرح يعني. قبلها بليلة طبعا فرقة البحرين الموسيقية أعتبر أنا صديقهم، دائما حفلاتهم أحضرها، نعم، لو أحرص على حفلك حضورها، وايد بصير. وحتى بروفاتهم دائما أحضرها للمايسترو، تحية جميلة للمايسترو خليفة زمام، الأخ نعم نعم والصديق العزيز نحييه، الجميل. نعم، ف مبدع. وخصوص وهالحفلة هذه يعني كانت حق خالد الشيخ، وأنا ما حضرت ولا بروفة، فكانت كنت مرتبط في مسرح وشغلة. فكان قبل العرض بليلة، كان ثاني يوم بتصير الحفلة، فكنت أنا قريب من المسرح، من المسرح الوطني، كنا الصالة الثقافية. فخلصنا كذي على 11، قلت يلا خلوا الحق عليهم ان شاء الله موجودين. فرحت من ورا المسرح، تمشيت شوي شوي، فشفتهم هم يسوون البروفات، فدخلت على اغنيه سعدون، بروفات على اغنيه سعدون. ف اي انا واقف في الكواليس، قلت بصور، قلت لا، قلت بادخل، حتى انا وهو قاعد على المسرح ويغني اقول ما ابي اروح كذي قدامه، اطوف شويه كذي، فما ادري من قاعد في الصاله، ما حبيت اني اسوي ذي الحركه. اوكي. فخلصت خلصوا الاغنيه، على طول رحت سلمت عليهم، مايسترو سلمت، قلت له هو كذا، قلت له صدق وانت تغني الحين، كان توني بادش عليك كذي قدامك وبتحرك. قال يقول لي لا، يقول لي لا، لا تسوي، لا تسويها. كان صحت انا، لا لا ما يصير. قال ها ما يصير، زين. فخذيت من باب الضحك وكذا. فثاني يوم حن يوم الحفلة، هي الأمور حضور وكذا. أنا ما أعرف ترتيب الأغاني يعني اللي مسوينا الجدول. فغنوا البداية عندما كنت صغيرا، نعم، خلصت، ففاجأونا أن على طول أغنية سعدون ثاني أغنية. انا ما توقعت، انا توقعتها في القفل، لان امس مسوين كان في النهايه، فقلت مسوين عليه بروفا. ف انا طالع، فكنا مستمتعين يعني مثل الجمهور ومرتاحين، اشوف الا حسيت بصوت كذي، قلت لا لا يكون مصدجه شوي، ولا شفته رجع، راح حق الكورس، سوى لهم كذي ليه ما اقفلوا. انا هني قاعد كذي في الكرسي متبريد، صرت لا لا لا، يمكن ما في، لا خلص الغنية شوي، لما قال الله لا الله يسامحك يا جمعان رويعي، ما خليتني اكمل الغنية هني. خلاص. بس ما حسيت بروحي الا انا على طول راكض من على المسرح، راكض فوق حاضنه ولامه. خالد الشيخ يعني لنا الكثير، يعني تربينا عليه. تربينا على أغانيه. نعم، ما يعني شلون احنا ملتصقين بهذا الفنان الجميل اللي علمنا من خلال اغانيه، من خلال الحانه، شلون احنا متعلقين فيه. على فكره نفس العمليه، يمكن حب اكثر مني، الفنان علي الغرير، عشقه خالد الشيخ. يعني احنا مش قد كنا فرحانين لما كنا متواجدين في احتفال الداخليه، وكنا احنا موجودين، فكنا نقص له القصص، احنا شلون كنا لما كنا صغار، شلون احنا كنا نوقف نشوفه يمر في الشارع نسلم عليه، نطلع من المدرسه ننطره بس نوقف لين يمر نسلم عليه ونروح البيت بعدين نتغدى. ف شلون انا حتى لما كنت طفل متعلق فيه، ان اليوم بينزل شريط خالد الشيخ، انطر متى تخلص، متى تخلص المدرسه، ومتى اروح اوصل البيت، الدينار بارز الشريط، لان ذاك دينار على كانت يوم كان دينار صاج. الدينار بارز، وعلى طول متغدي بسرعه.
رايح النقل العام، اذا ما وصلوني اذا مو الوالده خلاص انا بروح اتصرف، اروح انزل اول ما يفتح النظائر، انا اول واحد ادش اخذ الشريط. الساعه 4 يفتح مره 3:30 ليش الوقت، اوصل لي هناك للحوره اخذه وبسرعه شقد ابغي اوصل البيت علشان احطه في المسجل واقعد بس احبس نفسي معه. جميل، يعني ذكريات. يعني تعلمنا الاحساس من هذه القامه. انزين فهذيك جمعون، اللحظه عشان اقول لك شعوري انه وخذيت هذا فترتين موجودة إن شاء الله، ما لا محافظة عشان انت يعني. تكمل، لا تنسى القطرة اللي إيه تقول لا اللي خذيتها. لا 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 أكيد 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 يعني هذه أقول لك يعني، فإن استذكرت طفولتي، استذكرت إن أنا شلون من حبي لهذا الفنان إن أوصل لهذه العلاقة معاه. فمثل ما قلت لك، على الواحد إنه هو يصبر، لا يتمنى والله لو من ذيك الايام اقول انا ابغى اشوف خالد الشيخ ما يصير ولازم كذا، وان لا ولازم اشوفه مو شرط. في فما يوم من بتكون الايام جنبكم اليوم. ما ايه في يوم من الايام بتصير لك، هذه هي من الله بتي لك هي، لا 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 شعوري ما في، مو انت اللي بتقصده، هي ذي الاحداث تحدث هي بروحها، انت عليك ان وكل انت تكون هذه مهيئ وجاهز. صح جمعون، يعني كل اللي انت الحين انت في طريقك الى خلينا نقول الشهره اللي هم يبونها مثلا، او في طريقك الى التميز، انت لابد بتمر بمحطات متعدده. يعني احنا مثلا هذول حق شكلك المباراة. لا عود جمعون، شكلك قاعدين قاعد تتصل حق روحك من التليفون الثاني ها عشان تقول لي لا خلنا خلص والله لازم لا اوقف. عندي تلفزيون تليفون واحد، لا والله ما استهدف. انزين شنو بتمشي جمعون؟ مباراة ريال اليوم، ما قالوا لك انا ريالي؟ أريدها، ونحن للحين ما سألتك في الرياضة، الساعة كم تبتدي المباراة؟ 11. 11. خلني أقول لك جمعون، اللي أعرف أن أنت رياضي متعصب جدا. نعم. إنزين؟ يعني حق فريقك خلي نقول. طيب. أكيد. كلنا نهتف باسمك للأبد. يعني مو أفضل مو لا. بقعد تقلد على قول الشيخ مثلا؟ كنت أبدي إلا لما كنا في الكويت، كان حفلته في الكويت، رحت له هناك. اوكي. فيقولوا لي أكو خالد الشيخ يبي اللابتوب، يبي يتابع مباراة ريال مدريد. قلت واه اوكي. هني عرفت. اني بعد عرفت هني، قلت لا خلاص. فهو كان يتابعها على اللابتوب. كبكتوا. انزين جمعون، يعني